بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة أهلا بكم على أرض دريم لاند في استضافة جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية هبدأ الكلام على نبذة صغيرة عن نشاط الجمعية بتاع دريم لاند للثقافة والتنمية جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية أنشئت سنة 2009 توفقت فيها الفكر بتاع مؤسستها مدام لونا بهجت مع مجموعه المؤسسين اللي كان هدفهم واحد متطوعين بيحبوا كلهم عمل الخير وخدمه المجتمع عشان كده الجهود تضافرت وبقينا مجموعه بتخدم وطنها. حقدم دلوقتي السيده لونا بهجت رئيس جمعيه دريم لاند للثقافه والتنميه. واترك الكلمه ليها. مساء الخير جميعا اهلا وسهلا بكم في ندوه استثنائيه جدا من ندوات جمعيه دريم لاند للثقافه والتنميه. نورتوا دريم لاند كلها. الارتقاء بالنفس والاخلاق هو احد اهم اهداف جمعيه دريم لاند اليوم نحن في اشد الحاجه الى ان نتعرف على هذه القوى الكامنه بداخلنا والنعم التي من الله علينا بها والتي قد لا نكون على درايه بها عايزين نتعلم كيف نصل الى الراحه والاسترخاء عايزين نكتشف كيف نصل للتوازن بين الجسد والنفس والروح هل فعلا نستطيع ان نتحكم في حياتنا اسئله كثيره تدور بعقولنا هل نحن موجودين في الحياه لننعم ام لنشقى لماذا نمر باوقات عصيبه ماذا تفعل بنا المشاكل للحياه سر وخبايا واسرار انها تلك الرحله الساحره العجيبه التي نسافر عبرها ونقف في محطاتها بعضها يرضي غرورنا البشري وبعضها يقتل اجزاء فينا وبعضها يخلق قدرات جديده ولكن كما قلت سلفا هي رحله ساحره فلماذا لا نعيش هذه الحياه بكل بساطه ويسر السؤال المهم هل هذا ممكن الاجابات على كل تلك التساؤلات ستكون مع ضيفنا الكريم انه عالم مصري والباحث والاستشاري بالصحه النفسيه والطاقه الحيويه ومن اكثر الشخصيات المؤثره ليس في مصر فقط بل بالعالم العربي اجمل عالم وباحث شغل نفسه ووهب حياته لخدمه البشريه لم يبخل بمجهوده ليرتقي بالاخلاق وتنميه القدرات حباه الله تعالى بموهبه ومن عليه بنور وعلم سخره لخدمه الناس في مجال الصحه النفسيه والطاقه الحيويه ضيفنا اليوم مؤمن ان الانسان مفتاح الحياه رسالته ساميه وقليله الا وهي الارشاد للوصول لاعلى درجات السعاده والنجاح والمتعه بالحياه هو حفيد عالم الازهر الجليل الشيخ عبد المجيد صبحي درس في مدارس الازهر وتخرج في من جامعه اسلاميه في السعوديه وحصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من الولايات المتحدة. استشاري تحفيز واطلاق قدرات لايف كوتش. حاصل على رخصة الدولية سي بي اي. كما انه درس والم الاديان والكتب السماوية الانجيل التوراة والزبور. مما جعله مدركا تماما لبعض مفاتيح الحياة الموجودة بين ايدينا. ولكن ضغوط الحياه تجعلنا لا نراها خفيه عن عيوننا وعقولنا متفائله بكل الظروف ورغم كل المشاكل والهموم هو مفعم بالامل والروح المثابره ومصر على السعاده حنشوف مع بعض دلوقتي فيديو بروفايل على ضيفنا الدكتور أحمد عمارة استشار الصحة النفسية بالطاقة الحيوية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عمارة للاستشارات والتدريب هو أحمد عبد اللطيف عمارة من مواليد الأول من شهر يونيو عام 1977 حدد هدف دلوقتي أنت عايزه إن شاء الله بكرة بعده هدف صغير كبير مش مشكلة نشأ في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتلقى التعليم الازهري وحصل على بكالوريوس في علم النفس الاسلامي من المملكه العربيه السعوديه، كما حصل على دكتوراه في علم النفس من الولايات المتحده الامريكيه، هو اب لولد وبنتهما باسل عمار الذي ولد عام 2009 ونور التي خرجت الى الدنيا عام 2011، وكما يقولون وراء كل رجل عظيم امراه فكانت زوجته السيدة نانسي شبانة وهي مديرة أعماله ومدير عام مؤسسة عمارة للاستشارات والتدريب له الكثير من المقالات النقدية التي تعمل على إعمال العقل والفكر والتدبر في شؤون ديننا ودنيانا ونشرت هذه المقالات في العديد من الصحف والمجالات العربية المختلفة منها عابد الموروث وعابد الله بين التطبيق الديني والمتاجر به من الطبيعي أن يكون للإنسان أكثر من شخصية كان الدكتور أحمد عمارة ضيفا في كثير من البرامج التلفزيونية في العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية المصرية والعربية لما تكون حاسس بشيء قوله عشان تكون صادق مش تقوم قايل الحمد لله كده من غير ما تبقى حاسسها وعارفها يبقى لو انت سمعت ان الدين حفك انك تقول الحمد لله قولها من جوه الاول تطلع في لسانك الدكتور أحمد عمارة يحاضر في مختلف الدول العربية بمعدل ثلاث دول عربية تقريبا كل شهر تضرب على يديه قرابة الخمسمائة ألف شاب وفتاة من مختلف أنحاء العالم يساهم يوميا في إرشاد الناس للوصول لأقصى درجات السعادة والنجاح والاستمتاع بالحياة لديه قرابة مليوني متابع على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وموقعه على اليوتيوب حقق أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة حصل الدكتور احمد عماره على دكتوراه في الباراسيكولوجي من الولايات المتحده الامريكيه، وشارك في برامج التدريب والتطوير لاكثر من حكومه عربيه والعديد من الوزارات ومجالس الوزراء في اكثر من دوله عربيه، وحصل على رخصه التدريب الدوليه سي بي اي باعتماد المركز العالمي للتدريب والاستشارات، وهو معالج معتمد بالطاقه من الولايات المتحده الامريكيه. على المستوى المحلي شارك الدكتور أحمد عمارة في الاختبارات النفسية لاختيار قادة أركان الحرب بهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة المصرية، وابتكر أكثر من برنامج تدريبي لزيادة كفاءة العاملين في الشركات الكبرى لزيادة معدلات نمو الشركات وفق أحدث معلومات الطاقة الحيوية. وبما اننا في دريم لاند دعونا نحلم ونتعلم كيف نتذوق الجنه على الارض قبل ان نتذوقها في السماء دعونا نتعرف على سحر البساطه ويسر الحياه دعونا نرحب الدكتور احمد عماره اشكركم شكرا جزيلا جدا شكرا شكرا, شكرا يا اهلا بيكم يا اهلا شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا, شكرا, شكرا مين ضحك عليكم وقال لكم اللي عاوز يعيش الحياه سهله يحضر مين ضحك عليكم وقال لكم كده انا ما قلتش حاجه واللي شافها على الصفحه يثبت ان انا اللي قلتها طيب النهارده هنتكلم في ندوه ان شاء الله الرحمن سريعه وخفيفه كده عن سحر البساطه ويسر الحياه وانا بحب دايما قبل ما ابدا اي ندوه او محاضره نعرف المصطلحات عشان ساعات بنعمل كده مصطلحات ايه دعائيه شويه بتشد الناس شويه هل احنا فعلا هنوصل اللي احنا كاتبينه ولا هي كده وخلاص اول حاجه يعني ايه كلمه سحر معظم الناس دايما لما تيجي كلمه سحر دماغهم بتروح للسحر بقى والشعوذه والكلام اللي انتم عارفينه ده. فهنا المقصود بكلمه سحر بعض المعلومات اللي بتوصل الناس لاهدافها اسرع مما كانوا يظنوا فيطلقوا عليه سحر. يعني لو قلنا مثلا من حوالي 100 سنه لاي شخص احنا ممكن يبقى معايا حته بتاعه صغيره كده أكلم حد قريبي في أمريكا وأنا شايفه هيعتبرها سحر. ولكن بالمعلومات أصبحت عادية. لو بعدنا شوية وقلنا لحد زمان إن إحنا كان ممكن أو إن إحنا ممكن نطلع القمر هيقول لك ده سحر. إن أنا ممكن أسافر مسافات طويلة جدا في ساعات بسيطة يعني ممكن تركب في كرسي مريح وتغمض عينيك تلاقيهم بيقولوا إحنا وصلنا خلاص. ده اسمه سحر. وبالتالي السحر المقصود هنا هو معلومات إن شاء الرحمن لو طبقناها هتحقق نتائج في حياتك أشبه بما يكون للسحر من سهولة وسرعة تحقيقها فسحر البساطة مقصود إن البساطة لما نتكلم عنها بالتفصيل النهاردة وإزاي نفعلها في حياتنا ليها سحر تسهيل كل حاجة في حياتنا وإن أكتر مسببات المشاكل النفسية أو الألم أو الضغوط هو عدم التعامل مع الحياة ببساطة هو الكلكعة هو أن إحنا بنحبكها زي ما بيقولوا بنبدأ نضخم الأمور مجرد ما بعدت عن البساطة سيختفي السحر ويحصل إيه بقى عكس السحر إيه ها تعقيد كلكعة لخبطة معايا صعوبة بطء طول المدة كل الحاجات دي هتحصل بمجرد ما تترك مفتاح البساطة أو السحر اللي بيحصل لك من بساطة. طيب الندوة اسمها سحر البساطة ويسر الحياة. هل الحياة يسيرة ولا صعبة؟ الدنيا صعبة يا ولدي. <applause> ولا زي ما بعض الناس بيحبوا يقولوا أنا مش قصدي أنا بحب دايماً أنتقد وبحب دايماً أنتقد بأسلوب فكاهي كوميدي لا أقصد به أبداً الانتقاص من شخص لو هو اللي بيقوله أنا بمسك المعلومة أنتقدها مع الاحترام لكل الجميع اللي بيتكلموا في المعلومة دي فتلاقي ناس يقول لك إيه الحياة دار مشقة وابتلاء الحياة دار صعوبة لازم يطلع عينك من جد من إيه من طلب العلا سهر الليالي ويطلع عينه ويصحى الصبح عينيه بايظة معايا ده عشان يطلب العلا وعلا مش هتيجي خالص <applause> بالمناسبة الصح من طلب العلا نام بدري وصحي بدري، المهم ف... فازاي بسحر البساطه هنوصل ان شاء الله ليسر الحياه وهنعرف ازاي نعيشها، بمناسبه الحياه يعني ايه حياه؟ ايه المقصود بكلمه حياه؟ وهل كل الناس اللي عايشين في الدنيا عايشين حياه او هم احياء؟ لا خلي بالكم هتكلم فيها بعد شوية في النقاط الرئيسية بتاعت المحاضرة ولكن سريعا كده الإنسان مكون من نفس وجسد الحياة هي اللي بتعيشها النفس مش بيعيشها الجسد في ناس كتير جسدهم عايش في مكان جميل وفي قصور واسعة أو أموال طائلة أو نجاحات في شركات ولكن والله أنفسهم ميتة في ناس كمان ممكن يكون مش لازم يكون حتى الحياه الماديه ممكن يكون عايش حياه بجسمه او بجسده بسيطه ونفسه كذلك ميته. مش لازم يعني كل اللي معاه فلوس نفسه ميته يعني. معايا؟ وفي ناس العكس. في ناس عايشين جسدهم في حياه شكلها بسيط ولكن نفوسهم طايره من السعاده والاستمتاع. بمناسبه اول ما نفسك تحيا بجد كل الظروف الماديه هتيجي تبعا لحياه النفس ما لم تكن موقفها بافكار سلبيه. بمعنى ممكن تلاقي ناس حياتها الماديه بسيطه معيشتها في الماده بسيطه ولكن نفوسهم مستمتعه وسعيده. طب ليه هما طالما نفوسهم سعيده ما حققوش الحياه الماديه السعيده لانه عنده قناعه ان عن الحياه صعبه ومشقه وتعب يبقى اسمها فكره معرقله فالنهارده هدفنا نعيش النفس حياه بسيطه سعيده وفي نفس الوقت بعض المعلومات الملخبطه نفككها اللي هي بتعيق الوصول للاهداف الحقيقيه متجسده في الواقع بتاعي هنتكلم النهارده عن سبع نقاط رئيسيه هي محور الندوه فاللي عايز يكتبهم ورايا بسرعه كده هناخدهم واحدة واحدة بالتفصيل. أول واحدة ودي مهمة جدا من أدوات البساطة ويسر الحياة المعلومات. تاني حاجة التوازن. يبقى أول حاجة معلومات، تاني حاجة توازن، ثالث حاجة الوسع. مش السعة، الوسع. رابع حاجة السعي. رابع حاجة السعي خامس حاجة الطفولة سادس حاجة التنفيس سابع حاجة الحب والجمال هعيدهم بسرعة كده بأول حاجة معلومات تاني حاجة توازن تالت حاجة وسع رابع حاجة سعي خامس حاجة طفولة سادس حاجة تنفيس سابع حاجة الحب والجمال نبدأ بأول حاجة معلومات. إيه رأيكم لو قلتلكوا إن كل المشاكل اللي بتحصل لأي حد على وجه الأرض أياً كان طبيعة المشاكل دي سببها حاجتين بس ودايماً بقول المعلومة دي كتير ومتعمد أعيدها كل شوية يا يعني متمنياً راغباً ناوياً إن الناس كلها تخليها حلقة في ودنها كل المشاكل اللي عنده مشاكل في الصحة مشاكل في النفس مشاكل في المال مشاكل في العلاقات مع زوج زوجة مدير زميلي كل الكلام ده أصدقائي أصحابي مشاكل ليها علاقة بالغضب والانفعال مشاكل ليها علاقة بالمذاكرة وعدم مش عارف أذاكر كويس ليها علاقة مثلا بالنجاح وشركتي وشغلي وكل الكلام ده كل أنواع المشاكل حتى مشاكل مع ربي مشاكل في ديني أيا كان دينك وأيا كان نوعية حياتك كل أنواع المشاكل دي سببها حاجتين بس ايه رأيكوا بقى شايفين هنا بسيطه ازاي بسيطه صح طب مش قايلهم <applause> طب انتوا قلتوا بسيطه ليه مش لما تعرفوا الاول طيب <applause> طيب واحد نقص معلومات يعني اللي في حاله مرض ما يعرفش ازاي يبقى في حاله صحه معلومه نقصاني او ما يعرفش ودي حته مهمه جدا ما يعرفش ان الحياه كلها قايمه على الضد والضد الاخر الحياه كلها كده لو الدنيا ضلمه يبقى انا عايز نور لو عرفت ازاي اولع النور هتختفي الضلمه لو انا عندي مرض يبقى انا عايز صحه لو عرفت ازاي اوصل للصحه يختفي المرض لو انا في فقر يبقى انا عايز غنى لو وصلت المعلومات توصل لي يختفي الفقر طب لو انا في الم وضيق يبقى انا ما اعرفش معلومات عن الراحه واستمتاع لو عرفتها يختفي الالم والضيق لو انا بحفظ بصعوبه يبقى انا ما اعرفش معلومات ازاي احفظ بسهوله يبقى لو عرفتها يختفي الصعوبه المال الحياه البزنس العلاقات كل الكلام ده العلاقات انا ما اعرفش معلومات ازاي العلاقه بيني وبين اللي بتعامل معاه تبقى سهله فلاني ما عرفتهاش هتفضل حياتي فيها صعوبه يبقى اول حاجه سبب كل المشاكل نقص معلومات تاني حاجة بقى وده اللي من وجهة نظري معظم العالم العربي عايش فيه معلومات مغلوطة أصل هم قالوا لي أصل إحنا كذا إحنا متربيين على كذا المعلومات المغلوطة دي أكتر أسباب بتودي الناس ورا الشمس إذا كان في وراها حاجة يعني معايا للأسف إحنا عايشين في موروث في معلومات عارفين لما حد يسيب أنظف اكل على وجه الارض سابه لمده 30 يوم في الهواء هيحصل له ايه هيعفن كذلك المعلومات المعلومات اللي خارجه من بشر لو اتسابت فتره بسيطه تعفن فلو انت استخدمتها هيحصل لك نتيجه عفنها سوري يعني المعلومات اللي جايه بالوحي الالهي كل ما تتساب بتبقى اكثر تأثير وقوة. المشكلة بقى ان الهنا وصانا ان احنا دايما نرجع للاصل. فاحنا سبنا الاصل واخدنا الايه? كلام ناس تانية محترمين يقدروا ولكن في معلومات فيها ملخبطة في معلومات فيها كويسة اختلط الملخبط مع الكويس فالناتج اصبح معفن أنا آسف يعني هو كده مش تيجي لكده كده تمام ولازم تعرف إن هي بتبقى معفنة عشان تبقى بتتعامل معاها بحذر وأقول لكم بعد شوية ليه هديكم مثال مهم دايما ودي من أكثر الحاجات اللي يعني صدمتني في مرة كده مع إنها نادرة بصدم يعني بس يلا مرة بفتح إذاعة في بلد ما فلقيت أحد الناس المعروفين جدا هو معروف انا مش بتكلم عليه هو بتكلم على المعلومه اللي طلعها لقيته بيقول كده ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد والكبد اشد انواع المعاناه فمن كان يظن انه سيعيش في الحياه في يسر وسهوله فهو واهم ايه؟ ايه؟ وخلي بالكم بقى هقول لكم معلومه نفسيه خطيره احنا بطبيعتنا كلمة الدين كلمة كبيرة. فلما يدخل لك معلومة معفنة باسم الدين بتدخلها من غير ما تشوفها. بتمشي وراها من غير ما تتأكد. عشان كده من أول فروض ربنا فتبينوا. تفكروا تدبروا مش أي حاجة تاخدها كده. فأكثر الحاجات اللي دخلنا غلط داخلة في غلاف ديني شيك. طيب تعالوا مع بعض كده نتدبر. نتفكر لقد خلقنا الانسان في كبد يعني ايه كلمه كبد وهل كبد فعلا معناها مشقه وتعب طيب اول حاجه اسالكوا سؤال هو ينفع اله الكون اللي انزل الكتب السماويه الزبور والتوراه والانجيل والقران ينفع خلي بالكم في الحته دي ينزل ايه وفي وسط الكتاب نفسه ايه تانيه عكسها رده. مستحيل طبعا صح كده طب سؤال مهم بقى ينفع ينزل آية ويجي الرسول يقول لك عكسها مستحيل طبعا يبقى من باب أولى لو التفسير عكس آية تانية يبقى اكس على التفسير صح كده بالمنطق كده لا يمكن الله إله الكون ينزل لك آية ويديك عكسها ولا يمكن رسل الله سبحانه وتعالى تقول لك حاجة عكس آيات تانية يبقى مفيش حاجة اسمها رأي عالم العلماء تفسير زي ما بيسموه دي كلمة بدعة على فكرة معلش بقى, بقى أنا بحب دايماً أعمل مشاكل كده وأعمل قلق كلمة تفسير القرآن الجملة دي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ليه؟ لأن مفيش تفسير للقرآن أصلاً كلها آراء علماء ده رأيه هو بشر النبي لو كان فسره كان فسره من زمان ولكن لأنه صالح لكل زمان ومكان فكل ما العلم يتجدد هتكتشف فيه حاجات تانية ما ينفعش أفضل ماسك رأي من ألف سنة أفضل ماشي عليه من غير ما أفكر ده رأي عالم يحترم ساعتها كان ساعتها عامل حاجة جبارة دلوقتي حاجة مصيبة معايا احيانا في معلومات ممكن بعدين نتكلم فيها معلومات كانت في زمانهم جباره جدا مبهره جدا زي لما اول ما اخترعوا او ما اكتشفوا الحمام الزاجل واو ما عدناش هنسافر بالاحصنه ولا بالجمال لو النهارده حد قال لك انا ببعت لواحد صاحبي تلغراف هتضحك عليه يعني ولا واحد قال لك انا مربي حمام زاجل في البيت مش ممكن اديك ضحكت دي اهو فمشكله ان علماءنا زمان بحسب بيئتهم القديمه معلوماتهم بالحمام الزاجل فكانت واو بالنسبه لهم دلوقتي في حاجات تموت من الضحك والله تموت من الضحك ما ينفعش وبالتالي ده لا ينتقص منهم ولكن ده يرجعنا لأوامر ربنا بالتبين والتفكر طيب خدوا عندك كده طبعا سمعنا كتير بقى الحياه مشقه وتعب و الى اخره هو احنا عمرنا ما سمعنا قلنا اهبطوا منها جميعا لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين متاع فين الجحيم ومشق فين ما أعرفش جابوها منين دي والله ما أعرف طب اثنين وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله ثلاثة وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ده ممتعه لدرجه انها هتغرك في جحيم بيغر لا طبعا ده من كتر متعتها ممكن تلحس لك مخك وتنسيك الاخره يبقى فين الجحيم ده طيب يريد الله بكم اليسر الله ما فين الجحيم يا جماعه ما اعرفش والله ولا يريد بكم العسر طيب يريد الله أن يخفف عنكم طب الحمل تقيل ليه انت حر بقى انا معرفش معرفش جايب معلوماتك من مين ليه الحمل عندك انت حر الله طب ما الكلام اهو طيب شايفين كم الايات دي وكم المعلومات دي طب خدوا عارفين كلمه ساعات بتزعل ناس بس يلا مش مشكله عارفين الاغنيه بتاعت نانسي عجرم الدنيا حلوه احلى سنين الدنيا حلوه هي صح كده وفي قبل كده غناها عبد الوهاب تقريبا الحياه حلوه صح كده في القطرش ايوه طب الحياه حلوه والدنيا حلوه ايه رايكم لو قلت لكم الدنيا حلوه دي جزء من حديث نبوي وما حدش يعرف الا بقى اللي بيفكر وبيقرا يعني في حديث صحيح بيقول الدنيا حلوة خضرة يلا فين الجحيم بقى؟ فين المشاكل؟ ما اعرفش طب ينفع بقى يقوم جاي جنب آية لقد خلقنا الإنسان في كبد هوب يا عم اضرب كل اللي فوق دول يعني جحيم ينفع الكلام ده؟ مستحيل مستحيل يبقى المعنى عكس كل الآيات اللي فوق دي طب إيه المعنى؟ رجعت يوميها دماغي مش ممكن معقول يا جماعه الكلام ده 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 يخالف يعني كل اللي في الدنيا وفي العلم وفي كل الكلام ده رجعت بدأت أطلع كان عندي حوالي 63 تفسير أو رأي عالم من علماء الدين يعني قعدت أدور كده كل واحد رأيه فيها إيه؟ من سنة 300 لغاية النهارده فوجئت بالتالي تقريبا سبعين في المية من العلماء بيقولوا كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل سبعين في المية وعلى رأسهم ابن عباس ابن عباس ها ابن عباس اتركن ليه معرفش وعلماء متأخرين شوية زي مثلا القرطبي وابن كثير رأيهم كبد يعني يطلع عينه طب معنى اتساب راي ابن عباس ومسك في دي معرفش اعرفش واللي اللي ده اللي اتصدر للناس برضو معرفش ومين اللي ورا الموضوع ده برضو ما عرفش. انا بتكلم على المعلومه 70% إيه قالوا كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل و في 30% الباقيين منقسمين ناس بتقول كبد يعني هيطلع عينه شويه وهيتعب لغايه ما يلاقي النتيجه ويستمتع ودول متوازنين شويه خدوهم في النص وناس تانية بقى قال لك لا ده جحيم من يوم ما اتولد بيصرخ ويفضل يصرخ ويطلع عينيه ولما يموت اهله يصرخوا وفي الاخر يستمتع. في ناس كده والله بجد جحيم هو من يوم الجحيم، الحياه جحيم افضل اطلع عين اللي خليهوك مش جيت الدنيا تستاهل هيطلع عينك والناس دي خلي بالكوا بقى الناس دي هي اللي بتخاف تفرح لانه فاكر ان الحياه جحيم فاول ما يفرح بيفكر ان ربنا يغضب عليه يقول لك سبحان الله سبحان الله انا فرحت <applause> ربنا يستر انت فرحت طب بقى ويا مرعوب ومقتنع انك لو فرحت هتاخد فوق دماغك ازاي تفرح ايه الادب ايه ده ومتربيين كده والله وعايشين كده تلاقيه اول ما يفرح يترعب مع ان ربنا قال لان لأ شكرتم ايه لا يا عم ازيد مين يا عم هو اللي يجي يفرح يجي له مصيبه ازاي تفرح هي الحاجه حيم ويفضل عايش كده لدرجه ان هو اللي منكم كده هتلاقي قاعد متقرص مش مش عاجباه الكلام معقوله يعني معقوله معقوله حياه سهله ايه يا عم التخريف ده يا عم انت جاي كل اللي انا متربي عليه ده هو كده ما هو ده معنى كسر الاصنام على فكره دي اسمها اصنام العقل بالمناسبه الاصنام هي في العقل او خارج العقل حاجات غير ماديه الاوثان بشر في ناس بتعبد اوثان من دون الله بشر او ناس فتكسير الاصنام زمان كان بكسر الطوب دلوقتي جوه في العقل لازم يتنسف ويتكسر معايا طيب تعالوا تلت اراءه رأي بيقول كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل ورأي بيقول يعني هيطلع عينه وهيتعب لغاية ما يوصل لهدفه ورأي بيقول لأ ده هيفضل طلعان عينه لغاية الاخر بالنظر لبقية الآيات يبقي الراي الأخير ده غلط لأن الآيات كلها يسر وسهولة ومتاع والكلام ده طب تعالوا بقى نبص سياق الآيات كده ونشوف الآية اللي بعدها اللي للأسف فوجئت إن ناس كتير جدا ما يعرفوش الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها تبين لك أني واحد هو اللي صح. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يعني بيتكلم عن إيه؟ عن جسمك، عن شكلك. هو أنت فاكر نفسك إنك في كبد؟ عشان كده الشمس وفي كبد السماء يعني في النص أحسن حاجة، أحسن منطقة. فجسمك ربنا خلقه في كبد يعني أحسن حاجة وأحسن صورة. آه ده تصدق في آية تانية زيها بالظبط. بتقول: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" أهو معادلة بسيطة أهي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تساوي لقد خلقنا الانسان في كبد اشطب لقد خلقنا فيه لقد خلقنا فيه يبقى احسن تقويم يساوي كبد <applause> بسيطه الموضوع مش محتاج كلكعه يعني صح ولا غلط واللي بعدها تلاقي كده لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد ألا نجعل له عينين ولسانا وشفتين ها بيكلم عن خلقتك أهو إيه المشكلة؟ فين الصعوبة بقى؟ فين الجحيم؟ ما معرفش. خلي بالكم في نوعين من الناس. في نوع ياخد المعلومة الأصلية ويحاول يثبتها إلى أن تصبح واقع، وفي نوع بتخش كده بالبركة. بالظبط هي يعني على فكرة كلمة البركة كلمة إيجابية بس هي مش البركة هي حاجة تانية. <applause> مش البركة خالص. معايا بيخش كده بالظن وان الظن لا يغني ها من الحق شيئا ولما يخش يحصل له مصيبه يطلع عينيه يقعد يحارب يحارب يحارب, يحارب يقوم طالع باستنتاج اه يبقى الحياه مشقه يبقى الحياه تعب يقوم ابنه جاي ابويا طلعان عينه يبقى الحياه تعب يطلع ابنه جاي ده جدي واللي خلفه جدي حياتهم جحيم يبقى الحياه تعب يوم واحد جاي يقول لك يا عم الحياه صعبه يا عم انت تفهمش يا عم انا شفت جدي وجدي جدي وجدي اللي خلفه جدي كلهم عايشين في الجحيم انت اللي جاي تقول لي سهله خلاص انت حر انا على فكره دوري اعرفك المعلومه أخدت بيها انت حر مخدتش ما خدتش ما براحتك معايا فاهم حاجه بقى عاوزكم تنتبهوا ليها كويس قوي قبل ما تبدا تعمل اي حاجه لازم يبقى عندك علم ايا كان الحاجه دي وفي قاعده نفسيه بتقول قبل ما تبدا اول مره هتعمل حاجه لازم تفشل يحصل خطا اول مره في حياتك مشيت وقعت اول مره في حياتك جيت تاكل لخبطت الدنيا ومامتك كانت بتصوت جنبك اول مره جيت تكتب الكلام نزل يشرب من البحر صح كده فاول مره هتتجوز <applause> ليش ده بتكلم جد والله <applause> اول مره هتخلف <applause> هيطلع عينك طب اعمل ايه بقى ايوه انتبهوا بقى ما هو كل حاجه في الدنيا ربنا حط لها حل سهل اول مره هتتجوز هتفشل ده طبيعي ويحصل لخبطه وهيطلع عينيك سواء اول مره تختار او اول مره تحب او اول مره تتحب او كلام انتوا عارفينه ده طب اعمل ايه بقى يبقى انا اشوف مين اللي فشل قبل كده وعمل نجاحات وقدر يعرف معلومات علشان استفيد منه اول مره هتركب عربيه ايه اللي هيحصل لك هتعمل حادثه طب هعمل ايه مش بيسموها دوره سواقه او كورس سواقه هو كورس السواقه عباره عن ايه معلومات العلماء درسوا حالات الناس اللي عملت حوادث وطلعوا الحلول وقدموها في شكل دوره يقول لما تعرفها مستحيل يحصل لك اللي حصل لهم حلو كده على فكره كل قصص الانبياء كده دي حتة بقى إيه مش هينفع أفصل فيها بفتح لكم مخكم فيها كل قصة من قصص الأنبياء من أيام آدم لغاية آخر نبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في مشكلة ربنا عرفك السبب والحل في الآيات دي لو أنت ما فهمتش هيحصل لك نفس المشكلة يعني إيه؟ يعني لو أنت تدبرت ودورت وفكرت أنا بحلف بالله والله ما هيحصل لك اللي حصل ايا كان النبي لان هم جايين يعلمونا اصلا هم جايين يعلمونا هو كان النبي بيعرف المشكله تقوم نازله الوحي الديني او المعلومات الدينيه هتعرفوا الصح ايه طب انت عرفتها تقع عارفين عاملين زي ايه زي برضو في ايه كده بعض الناس ماسكينها وللاسف لان احنا لا نتدبر بنمشي وراها على طول ربنا بيقول ايه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب في بعض الناس مفكرة كده بقى إن الآية معناها هو أنت فاكر أو أنتوا فاكرين إن أنتوا مش هتخشوا الجنة إلا لما يطلع من اللي خلفوكوا زي اللي حصل للأنبياء قبل كذا زمان مع إن الآية مش معناها كده خالص ركزوا كده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل ولا لم ولما يحدث لكم مثل ها ولما يأتكم مثل ومثل معناها إيه معلومة مثل اتعظت من حاجة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني بالبلدي كده بحب أقولها مثال كده من واقعنا الحالي هو أنتم فاكرين ان انتوا هتركبوا العربيات وتمشوا فيها بيسر وسهوله واستمتاع ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم طلعت عينيهم واتكسروا ودخلوا المستشفيات يا معناه ان انا هتعظ منهم وهاخد مثل من اللي حصل لهم عشان ما يحصليش فاخش الجنه صح كده طيب ينفع بقى واحد النهارده سايق عربيه يقوم عامل حادثه فاجي اقول له يا عم انت ازاي تعمل حادثه يقول لك لا ده مستر فورد بنفسه عملها ما عمل عربيه ده, ده هو فورد نفسه هو اول حد اخترع العربيه دي عمل بيها حادثه فانا ماشي على خطاه يبقى لا يولد مؤمن من جحر ايه يبقى انت مش مؤمن طيب نبي من الانبياء حصل مشكله ولا حصل خطا ونزل الدين علمه لو حصلت لك انت ما تعلمتش حاجه لان خلاص التعليم نزل والوحي نزل وعرفوا السبب يخرج ازاي معايا يعني مثال سريع كده سيدنا يعقوب مثلا سيدنا يعقوب ايه اللي خلاه ما هو اب اهو يفقد ابنه كان خايف عليه ومرعوب عليه ومش عايز يخرجه وكل ما يجي خد يخرجوه لا ما انتش خارج وعايز يحميه فاكر ان هو اللي بيحميه او هو اللي هو اللي هو, هو اللي هو اللي كان بيحميه هو اللي كان منعه يبقى لو كل اب وكل ام عاشوا الحاله دي انت حر طب انتبهوا بقى وامتى ارجع له خلاص وهيرجع لي ان شاء الله وانا واثق ده انا حتى شايم ريح يوسف ده خلاص متاكد هو جاي راح راجع له خلي بالكم من اعظم المفارقات ان الخوف لما ربنا ادانا مثالين في الدين عن الخوف مثل سيدنا يعقوب ومثل أم موسى وده بيبين ساعات ان ساعات كده ايمانها اقوى بكتير معايا سيدنا يعقوب خاف على ابنه وكان مرعوب عليه مش عايز يخرجه ام موسى عملت ايه فان خفت عليه فالقيه في اليم رميه في البحر يعني ايمان تسليم كامل بس تاخد الاسباب بعد تخطي مش وراه مش كده وخلاص زي ما نتكلم في الساعة بعد شوية إن الحياة مش كده مش عيش في الموضوع وافضل قاعد آه يعني آه بتدروش بقى وعايش في الأفكار وخلاص ما بتعملش حاجة لا بس المهم إنك تبقى واعي إن في أسباب حصلت يبقى أول جانب من جوانب المحاضرة النهاردة وأول آه بند مهم جدا بند المعلومات إن أنا في مشكلة النهاردة مهم جدا احدد المشكلة واعرف اسباب المشكلة ولماذا حدثت المشكلة صح كده؟ زي ما في علم من طالع جديد او قديم قصدي علم الادارة والتخطيط والكلام ده بيتكلموا في الموضوع صح؟ يقول لك تحديد المشكلة اسباب المشكلة وازاي حصلت وبعدين احل المشكلة صح؟ غلط اللي بيعمل كده حياته هتكلكع وهتلخبط الحاجات دي انقرضت من زمان على فكرة. يعني على فكرة معلومة كده بعد معلومة طاقة طلعت العمالين يحاربوها خليهم محورين يحاربوا بحياتهم ملخبطة براحتهم. من أخطر المعلومات في الطاقة إن أي حاجة بتركز عليها بتزيد. فلو أنت حددت المشكلة كأنك بتسقيها وبتزيد. ولو انتباه وبدأت تحاول تخلص منها هتزيد أكتر. طب أعمل إيه؟ ها قلتها من شويه احدد العكس احدد اللي انا عاوز اوصل مش اللي عايز اخلص منه هنتكلم فيها بعد شويه لما نخش في السعي يبقى اول معلومه من او معلومه مهمه من معلومات النهارده ايا كان اللي انت فيه علشان تخرج منه لا عشان توصل لعكسه لازم تحدد عكسه معظم الناس بيظلوا في المشاكل لانهم محددين نوعيه المشاكل بيقعد كده يتكلم ده انا جوزي بيعمل كذا وبحددها بدقه ده انا مراتي كذا وكذا وكذا ده انا ابني كذا يا سلام على الدقه ولما تساله عايز ايه ها ابا كويس ده يا راجل يا راجل ده اتعمل محدد 500 حاجه انا ساعات بعمل تيست كده لما يبقى مثلا مشكله زوجيه ولا الكلام ده اقول للست ايه ايه اكتر حاجه مش عارفه في جوزك وممكن تحدد خمسين حاجه طيب انت عاوزاه يبقى ايه بقى يعملني كويس يا اختي يعني بقى زوج صالح الله لما تحددي زي ما انت محدده كده حدد كده طب مراتك يا مطلع عيني يقعد يحدد يحدد شغلي ووظيفتي ومديري والحياه والحكومه ملاش سياسه بقى ولي 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 ولي. <applause> خلاص ويحدد يحدد يحدد طيب عايز ايه بقى؟ مره نكته كده كانت حاصله واحد امريكاني قابل واحد مصري بعد الثوره على طول فساله قل لي ايه احلامك وطموحاتك؟ قام قايل له احلامي وطموحاتي ان انا أبقى عندي شغل كويس وألاقي شقة كويسة وأتجوز قال له أحلامك مش حقوقك فوق مشكلتنا إن إحنا حتى الحقوق مش عارفين إنها عكس التجارة إيه قصدي <applause> الحقوق غير الأحلام والأهداف أقول لكم حتة كده بس مش هينفع أفصل فيها أي حد بيسعى من اجل حقه مش هياخده بكلم جد اي حد بيسعى لكي يحصل على حقه هو خرج بره الطريق الصح وعمره ما هياخده وهيفضل طالع عينه طول حياته ليه لانه في اللحظه دي مقر ان ربنا مش هيجيبهولي انا اللي هجيبه فانتبهوا الحته الخطيره دي عشان كده لا يوجد امر ديني واحد ربنا بيقول لك اسعى لحقك لا ربنا بيقول لك هو اللي هيجيب لك حقك لما تعمل كذا فانت سبت كذا وعملت اللي يجيب لك حقك انت حر يعني خلي بالكوا كده لو انت بدات تمشي في الطريق اللي ربك رسمه لك صح وعلى راسه انك تهتم بنفسك وتزكي نفسك اوتوماتيك كل حقوقك هتلاقيها عندك غصب عن الكون كله لكن يوم ما تبقى يعني خلي بالكوا كده أكتر الناس بتعاني في حياتها هو باللفظ المصري كده اللي بيجري على أكل عيشه. احنا ده, ده لفظ مصري شائع. هما أكتر ناس طالع عينيهم وهيفضل طول حياتهم كده لغاية ما يغير الجري ده، جري باتجاه تاني. هشرحها بعد شوية. لأنك أنتبهوا كده تخيلوا مثلا عمركم حد فيكم وركزوا بدقة في الحتة دي، حد فيكم النهارده باباك في البيت وأنت ساكن معاه في البيت بتاعكو فكرت هتجيب اكلك منين؟ فكرت هتنام ازاي؟ لانك عارف ان بابا هيجيب لي اكل خلاص فانت بتعمل حاجات تانيه. طب تخيل بقى والدك جايب اكل وجه لقاك نازل تدور على اكل، انت حر بقى براحتك دور للصبح وهيطلع عينك والاكل في البيت. فمشكلتنا لان موروثنا فيه بلاوي بقول لكم الموروث دخل حاجات كتير في بعض ولخبطها والناس ماشيه غير من غير ما تفكر. معايا؟ فبرضه من ضمن المعلومات الخطيره انك لابد انك تكون بتسعى لغايه عليا ساميه مش لحق من حقوقك. طب هي ايه الحقوق؟ خد عندك المال حق من حقوقك، المسكن حق من حقوقك، الزواج حق من حقوقك، السعاده والاستمتاع حق من حقوقك، الانجاب حق من حقوقك، الصحه حق من حقوقك، ايه؟ اه والله لو سبتهم كده وعملت حاجه تانية كلهم هيجوا لوحدهم لكن لو عمال تجري عشانهم هسالك بقى بتجري بقى لك قد ايه طب جم ولا لسه <applause> بقى قابلني سنة جاية. <applause> والله في ناس لغايه ما وصلوا سن الايه لسه بيجروا والله فصدقوني اتعلموا اتعلموا طيب بكون نفسي <تكوين> طيب طيب يبقى مهم جدا انا عايز اركز على المعلومه دي كويس قوي ما الفتش انتباهي اللي انا فيه والفت انتباهي اللي انا عايزه وابدا ادور ايه المعلومات اللي توصلني اللي انا عايزه انتبهوا كده المعلومات شيء معنوي ولا مادي؟ والفلوس شيء معنوي ولا مادي؟ طب ركزوا بالراحه كده بقى لو انت قاعد في البيت مستني فلوس تجيلك من غير ما تعمل حاجه هيجيلك ايه؟ ملاليم لو حد يعني بيتصدق ده لو حد افتكرك يعني في الزمن الحلو اللي, اللي احنا عايشين فيه ده ماشي؟ طيب لما تقوم لما تبقى قاعد مستني معلومات تجيلك هيجيلك ايه؟ ردوا علي ملاليم ايه رايكم بقى لو قلتلكوا ان العمله الصعبه بتاعت الماده هي الفلوس والعمله الصعبه بتاعت الحياه هي المعلومات المعلومات هي اغلى شيء في الوجود لغايه النهارده من ضمن المعلومات المغلوطه لما ناس بتلاقي حد مثلا ربنا فتحها عليه وعايش حياه كريمه وحياه سعيده يا <applause> إيه عم بتاع مخدرات يا عم ما آه. تلاقي آه سلاح ولا بتاع ولا هم كده نصابين واكلين البلد ها آه. واكلين البلد اهو المعلومات دي كل حد بيقولها حتى في نفسه عمره ما هيبقى غني في يوم الايام لانك بتبرمج عقلك على ان الغنى والمال حاجه غلط او انها حاجه مصيبه او انها حاجه عار او ان ملهاش طريق غير المصايب اقول لكم على سر والسر ده خلوه حلقه في ودنكم كل هدف على وجه الارض ربنا خلق له ملايين الوسائل الايجابيه وملايين الوسائل السلبيه ملايين حلو كده الانسان لما يكون المعلومات اللي هو متربي عليها كلها معلومات سلبية وانتقاد ومركز على مشاكل وعمال يمسك الناس ومش فاهم إن الدين بس غير نهي على المنكر معايا هو ده اللي عارفه الدين كله والمنكر شيء سلبي على فكرة وقبليه الأمر معروف وأول أمر لنفسك وأنك تطبقه الأول خلي بالكم في الدين في ترتيبات الأمر المعروف والنهي عن المنكر مهم إنك تأمر أول حد أنت وبعدين تنفذه وبعد ما تنفذه وتعمله تأمر غيرك معايا مش لسه انت بتسمي كده داخل النهارده قال يعني الكلمه الغريبه اللي طالعه دي كده التزمت خدت لك النهارده محاضره يا ولاد لزينة ده كلهم حرام ده غلط وده غلط داخل بقى بابا انت غلطان يا ابني انت لسه في اللفه يا ابني ماما انت غلط العظيم يا رب ايه ده ايه يا عم مش كده طبق الاول عيش ايه ايه اطلع انت بنموذج ايجابي الاول على فكره والله 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 الدين ليك مش للناس فلما تجيلك معلومه دي ليك احنا مشكلتنا بقى تجيلي معلومه ده ابراهيم بيعملها اروح له طب انت عرفت معلومه اه يعني مره من ضمن الكوميديا في مشاكل الزوجيه اروح مثلا كان في مشكله زوجيه حاصله مع حد قريبنا فكنت عندهم في البيت قاعد مع الزوج يقول لي ما بتعملش الدين بتعمل انت 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 سيبك منها انت المفروض ربنا امرك تعمل ايه؟ هي المفروض تعمل لي ايه؟ يا عم شوف ربنا بيقول ايه؟ الزوجه تسمع كلام جوزها ايوه ربنا بيقول لها هي مش ليك انت انت بيقول لك اعملها ايه بقى؟ <applause> بص بقى بص ربنا قال لها تعمل كذا يا انت قال لك انت تعمل ايه؟ انسى هي خالص اروح للزوجه ما بيعمليش ربنا قال له نفخه بقوارير طب انت قال لك ايه؟ <applause> قال لك انت <applause> ما فيش <applause> كده كلنا حافظين كويس قوي التاني المفروض يعمل ايه؟ الدين اتعكس مشكلتنا اللي مودينا في داهيه للاسف انك بتاخد الدين هوب على غيرك طب وانت بقى وتخش على الناس ان الله شديد العقاب طب وانت بقى غفور رحيم غفور رحيم ايه يا عم ده يا عم ومستغرب الحياه ملخبطه ليه؟ لا ما تستغربش فبرضه من ضمن المعلومات المغلوطه انك بتاخد الدين على غيرك مش عليك انت اول ما الانسان ودي خدناها زمان إحنا صغيرين في الازهر والله كنا حتى في سته ابتدائي او خمسه ابتدائي اولى اعدادي حاجه زي كده كان احد العلماء بيدينا معلومه قال الناس مع العلم في ثلاث مراحل اول معلومه اول مرحله واحد جاهل وما يعرفش ان هو جاهل خلاص وماشي او جاهل وعارف انه جاهل فخلاص هو عارف فبيحترم نفسه تاني مرحله ودي اللي 90% باللي بنشوفهم موجودين فيها مرحلة إن أنا أحس إن أنا عالم فأبدأ بقى إيه أنت غلطان وحد يسألك ما رأيك في فلان؟ لا إنني أراه فاسقاً أنت بالك أنت والله أنا رأيي إن ده بصراحة زنديق وده كذا كذا وده يعني بقى ويا جماعة حد سألني في كذا وكذا ما بصراحة رأيي إن كذا واحذروا فلان واحذروا علان يعني أنت مين أنت أصلاً؟ ويبدأ يتمنظر على الناس بعلمه ويبدأ يحس أنه هو بلغ من العلم بقى إيه مبلغ ما حدش بلغه قبل كده فيبدأ يحس وأول ما يجيله معلومة غير اللي عنده لا 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 ده كذب كذب شعوذة شعوذة ده كلام فاضي ويبدأ يهاجم المرحلة التالتة بقى اللي يا رب الناس وصلها أنه يوصل لمرحلة أنه يكتشف أن العلم اللي عنده ده ولا حاجة من العلم الأصلي فيحترم نفسه كده ويتقبل اي معلومه حتى لو من عيل صغير ويسمعه ويركز معاه ولو معلومه ما يعرفهاش يقول بص انا اول مره اسمعها فانا لسه هشوف انا ما اعرفش هي صح ولا غلط مش شون. أنا ما اعرفش ما عنديش داد عنها معايا ودي المرحله الاخيره اللي المفروض الناس تبقى كلها عليها ان انا عندي وعي وعندي علم ان اللي عندي ده ولا حاجه لسه بدري أوي ولا هوصل حتى الخمسة في 5% من العلم فانا على طول هفضل حاسس باني طالب على الدوام معايا؟ فيبقى مهم أوي المعلومات، خلي بالكوا في الحتة دي كده هقولكوا قصتين، أول قصة دايماً برضو بقولها عشان أعلي أعلي وعي المعلومة عند الناس، مرة واحد صاحب مصنع المصنع بتاعه عطل، وبعد ما عطل جاب ناس عشان تصلح المصنع وعشان تجيبه، فقالوا له بص أنا أحسن واحد بيصنع المصنع المهندس الفلاني فبعت له دخل المهندس شاف المكان، وقام قايل له والله بص هو احنا محتاجين قطع غيار بحوالي رقم بسيط كده مثلا 20 30 دولار مثلا والموضوع هيستغرق له من ربع الى ثلث ساعه واجره ايدي 250 الف دولار قال له ايه وخمسين الف مين يا حبيبي ربع ساعه ولا ثلث ساعه شايفين بيبيع بالكيلو ربع ساعة ولا تلت ساعة ب وخمسين ألف دولار قال خلاص خلاص براحتك على ما أنا ماشي براحتك طالما أنت مش عايز بس بشرط لو كلمتني تاني ال وخمسين هيبقوا الدبل خمسمائة ألف متفقين قال له متفقين يا حبيبي متفقين يا باشا السلام عليكم بالسلامة قال 250 آه العامل اللي فيها ما اعرفش مين راح بقى حبايبنا الحلوين بقى انتوا عارفينهم بقى يا باشا هم 5000 دولار كله يبقى كده جرب معاه ودخل ويلخبط تيك تك 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 ويكسر والمصنع واقف يوم اتنين والدنيا بتلخبط ما بيشتغلش يوم جاي لواحد تاني يا باشا خمسة آلاف مين يا باشا ده مش فاهم يا باشا هم عشرين الف وهخلي لك المكان فل استاذ ويدخل تك تك تيك تك ويجرب ويعمل ما فيش عدى عليه يوم اتنين تلاته اربعه اسبوع صرف يجي حوالي 40 خمسين الف دولار والمصنع ما بيشتغلش غير بقى الخساره اللي عمال يخسرها المصنع واقف والعمال ما بيشتغلوش فانا بسرعه مكلم المهندس الثاني يا باشا انا اسف والله تعالى قالوا اتفقنا قال له اتفقنا تعالى بس تعال فجاله له المهندس دخل شاف المكن قال له لا في اخطاء حصلت فهنحتاج قطع غيار ازيد شويه تكلف 100 120 دولار مثلا وهطول بتاع ساعه ولا ساعه ونص وزي ما اتفقنا 500 قبل ما ابدا اي حاجه فاخد منه الفلوس دخل قعد الساعه ونص طلع طلع جرب المصنع المصنع اشتغل فاول كلمه معلومه مغلوطه كانت في ذهن صاحب المصنع قال له ايه قال له هو انت غالي قوي كده ليه قال له <تصفيق> غالي <تصفيق> مين قالك ان انا غالي انا المعلومه دي قعدت فيها تقريبا تسعة ولا عشر سنين بدور عليها لغايه ما عرفتها في العشر سنين دول بوظت 14 15 مصنع ومكن وخساير ولخبطه وما كان عندي باظ وبعد التسع سنين من التجارب اكتشفت التريك ده فال ألف دول ولا حاجه جنب اللي صرفته من ماده ولا من وقت ولا من جهد ولا من سنين عشان كده مشكلتنا اللي بيعمل فيها فهلوي في او ابو العريف بيبقى غيره بيقفز درجات بسرعه وهو ممكن يقعد عارفين احنا مشكلتنا ايه كشباب تيجي لك نصيحه من بابا ولا من ماما <applause> الناس الكبار دول والمعرفش تقعد سنة طالع عينك ومتمرمط وبعد سنتين والله بابا كان عنده حق والله العظيم صدق ماما ماما دي كلمتها ما الارض ابدا مع انا مره واحد جالي من الشباب عامل مشكله مع والدته بيقول لي ما تخليهاش تنصحني ليه كل ما انصحي تطلع صح وبيتخانق معاها مش عاوزك تنصحيني ليه بقى؟ تنصحه ما يسمعش الكلام أربع خمس ست شهور مرمطة تقعد بقى تذله، مش أنا قلت لك؟ يا عم مش أنا قلت لك؟ مش هتتجنن من... ما قعدتش عايز بينك نصايح، طب مش يسمع كلام بقى لأ، الإيجو لما يكبر بقى لأ مش عايز النصيحة عشان إيه؟ ما تقعدش تقطمني بعد شوية. فهي نقطة خطيرة جدا، المعلومات وخلي بالكوا بقى أغلى أنواع المعلومات في الحياة هي أبسطها، أيسرها، ممكن تبقى حواليك بس أنت ما تعرفش. شطارته اللي عارف بقى ممكن اللي ده يكون بقى صرف اسالوا العلماء الكبار اللي بيصرفوا ممكن يكون صرف دم قلبه وهي جنبه اصلا لغايه ما اكتشفها معايا؟ فلازم انتبه ان انا المعلومات دي لازم اخليها اكبر قدر مهم من حياتي اكبر من اللي بستخدمه او بصرفه على جسمي او جسدي <applause> هقول لكم قصة بس مش هقول لكم معلوماتها إلا بعد شوية. مرة تاجر كبير غني من التجار اللي هم الجاشعين، عارفين قصة زمان بقى التاجر الجشع والمسكين الأمين معاه؟ <applause> دايما كده حفر في العقل اللاواعي حفر التاجر اللي معاه فلوس ده بايظ خالص اقول لكم حاجه قبل ما نوصل النقطة دي عم اطلع من الحاجه لحاجه ما تستلقوش هرجع تاني لو انا سالتكم النهارده عشان ابين لكم قد ايه الدماغ شغاله في معلومات حلوة ولا وحشة أنت هتعرف مين يقول لي خمسين طريقة عشرين طريقة أكسب بيها مليون جنيه بالحرام <applause> عشرين بس تعالى تعال <applause> ويقعد هي كذا وكذا وكذا والله والله ممكن تطلعوا لي عشرين طريقة مختلفة عن بعض كلها حرام يبقى معاك فيها مليون جنيه عارفين ليه لانك متبرمج من صغرك من غير ما تاخد بالك بحسب الموروث والمجتمع ان الحرام سهل وان الفلوس الحرام هي اللي بتجيب الحاجات الحرام هي اللي بتجيب فلوس وان اللي بيشغلين في الحرام دول بيكسبوا اسرع دي كلها معلومات مغلوطه فبتيسر لك طريق الحرام بتخليه هو اليسر وعكسه العسر لكن لو سالتك بقى طلعوا لي طريقتين تكسب بيهم مليون دولار جنيه بكره مين يا عم ولا بعد شهر اللي بيعمل كده هو اللي عمره ما هيعرف يجيبهم ده مخه بيفرمل وبيقف وبيقفل كل الطرق اليسيره في الحلال من غير ما ياخد باله تمام هديكم معلومه كده بسيطه القصه بقى اللي قلتكم عليها مره تاجر من التجار اللي كان بيسلف ناس فلوس فسلف احد المزارعين فلوس وجي وقت سددها المزارع ما قدرش فوت له مره واتنين وفجاه التاجر ده اكتشف ان المزارع ده عنده بنت جميله جدا. واللي عارف القصه او حلها اللي كان حاضر معايا قبل كده ما يتكلمش. فقال للتاجر ده قال للعامل ده جابه قدام الناس كلها واقفين كده في جنينه وجمع اهل القريه قال لهم دلوقتي الراجل كذا مره طلبت منه الفلوس وما جابها ليش. فأنا قدامي حاجة لازم أعملها غيرها هوديه في داهية طب إيه يا عم قال أنا هجيب كيس هحط فيه زلطتين أو قطعتين حجر واحدة بيضة والتانية سودة وبنته هتمد إيديها تطلع حجر من الأحجار دي لو البنت طلعت الحجر الأبيض هتجوزها وتنازل لابوها عن الفلوس لو طلعت الحجر الايه الابيض طيب ولو طلعت الحجر الاسود خلاص هتنازل لابوها عن الفلوس ومش هتجوزها ولو رفضته هروح بكرة أرفع عليه قضية وأديه ورا الشمس وهسجنه يلا فأسقط في أيديهم فالبنت بابا توكل على الله يا بنتي ما هتعمل ايه؟ لو رفضت بكره خلاص احنا مزنوقين ولازم نتصرف. قاموا قايلين للراجل خلاص احنا موافقين. صاحبنا بقى ايه؟ شرير شرير. قام مدد ايده بسرعه وماسك حجرين لونهم ايه؟ ابيض. هتجوزها يعني هتجوزها. هتتباس يعني هتتباس يا عباس. المهم وراح ماسك الحجرين لونهم ابيض وحطتهم في الكيس مين اللي خد باله البنت, البنت بس وما حدش تاني خد باله وفجأة الأفكار هجمت عليها طب أفضحه طب لو فضحته هيعمل مشكلة مع أبويا طب أمد إيدي أخدها أتجوزه أنا أنا مش عارفة ويلا لازم تمد إيديها دلوقتي وتطلع حجر من الكيس هسيبكم بقى شوية عشان أعرفكم قيمة المعلومات نروح الحتة التانية وأرجع لها دي واحدة محدش يجاوب ما حدش جاوب لان المعلومه تسوى مليون دولار وسهله جدا بس اللي يعرفها بس طيب المهم ندخل للنقطة رقم اثنين يبقى اول حاجه معلومات تانية حاجه ايه التوازن يعني ايه توازن انا قلت في اول ما بدانا الانسان مكون من نفس وجسد في ناس فاكرين ان الروح من مكونات الانسان ولكن الروح هي البنزين او الباور اللي بيحرك الانسان لكن مش من مكوناته زي ما عارفين اللابتوب مثلا الكمبيوتر او اللابتوب لو قلنا اللابتوب مكون من هاردوير وسوفت وير ينفع اقول الكهرباء من مكوناته ولا البطاريه؟ لا هي الروح زي البطاريه بالضبط ما هياش من المكونات وهقول حتّى حته كده وأعدي بسرعه لان في ناس عايشين معانا من غير روح. طيب نتكلم فيها بعدين. فالإنسان مكون من نفس وجسد لازم يكون في تناسق وتوازن ما بين النفس والجسد والروح الروح حاجات إيجابية ولا سلبية إيجابية, إيجابية جدا إيجابية جدا إيجابية جدا مع <applause> كنا مع شباب خليج من فترة طيب <applause> إيجابية جدا كنا فالروح إيجابية جدا حلو كده وبالتالي لابد ان يكون النفس والجسد في نفس التوازن مع ايجابيه الروح وسموها وعلوها وخلي بالكوا بقى لازم التوازن ده في السر والعلن مشكله الناس الفيك انه بيظهر التوازن في العلن ولكنه في الخفاء عكس التوازن فحياته بتلخبط غصب عنه النفس والجسد عارف عندهم شويه النفس لها غذاء والجسد له غذاء ودي معلومه من اخطر المعلومات اللي ما حدش قالها لنا قبل كده النفس لانها شيء غير مادي غير ملموس فغذائها كذلك غير مادي وغير ملموس ولازم تاكله كل يوم النفس ليها هوا وليها ميه وليها اكل زي ما الجسد له هوا وميه واكل وبالتالي لو انت ما اكلتش نفسك كل يوم ايه اللي هيحصل لها؟ هتتبل وتموت ويبقى عندك شح شح النفس مع ان جسدك مربرب والكرش ما شاء الله معايا والبنك ما شاء الله احنا بناكل البنوك اكتر من نفسنا صدقني بناكل جيوبنا اكتر ما بناكل نفسنا طب انا اسف بقى بناكل الاقدام شرابات وشي جزم وشي جوزات وشي كوتشيات اكتر من نفسك للاسف وبالتالي اللي بيبدا يغذي الجانب المادي فقط وينسى يغذي الجانب النفسي بتقعد النفس تقل وتضمر وتبوظ وتدبل وتبقى في اسوا حالتها هنا بيبدا المرض النفسي يتكون مهما كان عندك ماديات مهما كنت في ايه مهما كنت ابن مين ولا وظيفتك ايه؟ النفس ما بتاكلش. ايه هو بقى غذاء النفس وايه هو غذاء الجسد؟ غذاء النفس القيم العليا الهاي فاليوز. حاجات ليها قيمه. ايا يعني كانت بقى القيمه ايه؟ قيمه علميه، قيمه فيها كرم، ايا يعني كانت القيمه. المهم حاجات فيها قيمه بتغذي النفس. مهم تتعمل يوميا وغذاء الجسد الشهوة أي حاجة فيها شهوة دي غذاء للجسد انتبهوا للحتة اللي هقولها دي خطيرة قوي إذا غذيت النفس بقيم عليا الشهوات بتطفي وبتلعب بيها بمزاجك وبتعملها يو... ما انت لازم تاكل الجسد فهتاكله بشهوه اكل مثلا شهوه مال شهوة جنس لما تكون متجوز معايا بس انت اللي عامل كنترول لان نفسك واكلة فهتلاقي الشهوة ضعيفة بتعملها بمزاجك ومش عايز تعملها مش هتعملها طيب لو النفس مش واكلة ايه اللي هيحصل في قصادها؟ الشهوة هتجننك وهتلاقي نفسك مش عارف توقفها ابدا ومهما خدت من مواعظ عمرك ما هتوقفها لان المواعظ ما بتاكلش لازم تأكل النفس. حلو كده؟ عشان يحصل التوازن. يعني خلي بالكو يمكن قلتها كذا مرة وهقولها بسرعة كده، إيه الفرق ما بين النجاح والفلاح؟ والنجاح كلمة مأخوذة من بعض الناس أو الحضارة المادية للأسف. النجاح إن أنت يبقى عندك رصيد في البنك كويس. النجاح ان انت شركتك تبقى احسن شركة في البلد. النجاح انك تبقى لابس لبس شيك. النجاح انك تجيب عربية واو. النجاح ان انت ده كله نجاح. كم واحد فيك وحقق نجاح. بس مش عايشه. مش حاسه. لانه نجاح. اي شيء مادي اسمه نجاح. المادة لو زادت برقم اسمه نجاح. النهاردة رصيدي مية خلته الف ده نجاح. بس نفسي بقى. ولا حاجة. ده الفلاح. الفلاح ان انت تحس الاستمتاع والسعاده والراحه وال يعني هقول لك متعه ما بعدها متعه حتى لو ما حققتش النتيجه. يعني لو جينا نفرق ما بين الفلاح والنجاح النجاح هو تعليق الاستمتاع حتى انتهاء الشيء المادي او وصولك اليه. النجاح هو تعليق الاستمتاع حتى وصولك للشيء المادي الفلاح هو شعورك بالاستمتاع بمجرد بدء السعي حتى لو ما وصلتش مش مشكله خلي بالكم ولا مره الهك امرك انك تخلص حاجه او تنهي حاجه ومش هيسالك عن النتيجه هو هيسالك عن السعي وصلت، ما وصلتش مش شغلك أنت. المهم أنك تكون شغال صح. اللي أنت بتعمله صح ولا غلط؟ ده اللي مطلوب منك. وصلت، ما وصلتش مش شغلك. وصلت يبقى زيادة خير، ما وصلتش عملت اللي عليك. طيب انتبهوا بقى يا أمهات ويا أبهات. النجاح. إبني إبني ما بيعملش الدين، ما بيصليش، طب متنرفز ليه ما تهدى؟ أنت عايز نجاح ولا فلاح؟ لو انت قصرت استمتاعك لغايه ما ابنك يعمل الدين يبقى ده نجاح انت خرجت بره الدين اصلا متضايق ليه ما تهدى خلي بالكوا المال والبنون زينة الحياة الدنيا لو واحد ما حققش مال واتلخبط وضاع مش ده نقص إيمان كذلك البنون لو ما عرفتش تحقق نجاح معاه وتلخبط يبقى نقص إيمان لأنه زينة اختبار حتة كده سريعا كده انتوا مش انتوا وانا مش انا لا أنتي أنتي ولا انا انا مش يغنى كده من. <applause> ايوه لا انا مش انا ولا انت انت <applause> عارفين الاعلان انت مش انت وانت جعان <applause> انتبهوا <applause> بتكلم بجد انتوا مش انتوا لان اللي قاعدين قدامي دول صوركوا انتوا اللي جوه انتوا النفس انا مش ده انا النفس اللي جوه ليه بقول الكلام ده بقى لأن كلنا أنفس انسى بقى انت ذكر انثى ابن اب ام زوج زوجه كل ده خدعه الدنيا انت نفس والنفس نزلت تعمل اختبار فمن ضمن التركات واحد هياخد دور اب والتاني هياخد دور ام والتالت نفس زيك بالظبط هياخد دور ابن ونشوف مين اللي هيقع بقى يقوم الام مالك متضايق ليه؟ ابني ما بيذاكرش <applause> <applause> يا حاجه ما تخليش دور الام يخدعك ده نفس ربنا بعتهولك يشوف لما ما يذاكرش هتقع في الاختبار ولا لا؟ شدي حيلك بقى اوعى ايه تعيش في دور الام ويا اب اوعى ايه تعيش في دور الاب لما نموت كلنا ولا يفرق معاك ربنا قال في الاخره ايه؟ لا أنسبة بينكم انسوا دي كانت خدعه في الدنيا بس فاوعى تعيش في الدور اللي بيعيش في الدور بيطلع عينه وبينسى هو جاي لي اصلا وبيفضل قاعد مضغوط 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 طول حياته وهو مش واخد باله ده تيست فانت مهم تنجح فيه مهم ان مهما حصل مش فارق معايا انا اه هستمر في السعي انا هعمل اللي ربنا امرني بيه هحاول اربيه هعلمه ازاي يسمع الكلام هعلمه كذا بس انا عارف انه ممكن يكون هو مش من اللي هيبقوا كويسين انا مالي انا عملت اللي عليا لو انت بتسعى للفلاح الا هل بلغت اللهم فاشهد ما على الرسول الا بلاغ مش تقوم تكبره غصب عنه وتعمله وبعدين بقى الموروث بقى تعالى اعمل كذا والا انا مش هخش جهنم عشانك يا عم ايه علاقه انت بجهنم يعني هو انت ناسي ان ربنا قال ولا تزر وازره وزر اخرى بتعبد مين عايز اعرف بتعبد مين ولا تيجي ام اسمع كلامي عشان ربنا يرضى عنك، نعم. يخرب عليكم سوري يعني، احنا اخوات يعني حبايب يعني عديها يعني. ده منتهى على فكرة، ده بقى اللي اسمه الشرك بالله، انك بتستخدم ربنا لتحقيق اغراض خاصة بيك. ده اللي لا يغفر ابدا. ابني، اسمع كلامي عشان ربنا يرضى عنك، نعم. معلش يا واحدة، معلش. كلامك انت ولا اسمع كلام ربنا عشان يرضى عنك؟ انت وزير واحده خلي بالكوا بقى وبيحصل ايه بقى يبقى الطلبات حاجات خاصه بيك انت او وسائل خاصه بيك انت لتحقيق حاجات هو ممكن يعملها حاجات تانية يعني مثلا انا فاكر ان عشان ربنا يرضى عن ابني يذاكر الفيزياء وهو عايز الكيمياء مثلا انا عايز ادخله كليه علوم وعايز يخش كليه كذا فاقول له بقى اسمع كلام ابوك وامك عشان ربنا دي اسمها وسائل فانا بقوم أحدد وسيلتي اللي انا شايفها واقوم مدخل الاله في الموضوع دي مصيبه عشان كده انتبهوا الله يهديكم لازم وانا بتعامل حتى في التربيه اكون واعي كويس قوي ومدرك ان انا زي ما بحقق التوازن عندي احقق التوازن عنه عنده ومن اهم بنود التوازن ان لا اكراه ابدا لا اكراه سواء في الدين ولا إكراه جوه الدين. يعني حتى في آية بتقول إيه؟ لا إكراه في الدين، صح؟ وآية تانية بقى جوه عشان بس اللي على فكرة لا إكراه في الدين المقصود بيها لا إكراه في الدين سواء جواه أو في النص أو بره أو الكلام ده. في ناس بتحب تقول لا 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 ده المقصود بيها بره بس، لكن دخلت جوه وقعت يا حلو. لا طب خد عندك آية تانية بقى. هو من درجات الإسلام إيه؟ مش في إسلام وإيمان وإحسان؟ طب أنت مسلم أهو. جوه الاسلام اهو، الدرجه اللي بعد كده ايه؟ ايمان، اهو ربنا قال اهو للنبي: "افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" جوه اهو. يبقى مفيش اكراه جوه ولا بره. ولكن اقدم بصوره سلسه، بصوره بسيطه عشان تعرف تعيش حياتك سعيده، لان خلي بالكم، كل حد بيجبر بيحصل لخبطه في التوازن، يوم ايه اللي يحصل بقى؟ اللي أجبره حياته تبقى جحيم واللي أجبر حياته تبقى جحيم واتنين جحيم مع بعض يبقى اتنين جحيم تربيع انتوا حرين وخلي بالكم مش ربنا قال مش ربنا قال إن اللي بينفق شيء بيرجع له خدوا من الحتة دي وركزوا فيها كويس قوي أي راجل بينفق إجبار على مراته تحت مسمى الرجولة موروث الرجولة إن عشان راجل اسمع الكلام انت ايه فكان بقرون معايا فاللي بيحصل ايه بقى اول ما الراجل يعمل كده هو انفق ايه يسر ولا اجبار والله لربنا يجبره في شغله او في فلوس او في مرض لازم واي ام عشان ما تفرحوش قوي يا ستات جايه برضه فرحتوا قوي ها اه؟ <applause> واي ام تجبر عيالها اسمع كلامه والا والواد يبقى مطرشق حضر يا ماما ايوه كده مؤدب مؤدب مين ده ماشي على العجين ما لخبطوش والمؤدب ده انت مع... انت بتربيه بالمسطرة معايا وخلي بالكم نصيحه مني نفسيه الابن اللي بينفذ اوامرك من غير ما يعترض ده مريض نفسي والله العظيم بكلم جد هيطلع بعد كده الناس تلعب بيه لازم يبقى عنده راي ويناقشك وتقنعيه مش نفذ وخلاص طلعيه مفيش دي أسوأ وسيلة بتدمر المخ وتدمر التفكير وتطلعه زي الأنعام يمين حاضر شمال حاضر والأم فرحان بقى ده بيسمع الكلام عارفين ده أول ما يبلغ والله <applause> انسى يبقى خلي حد يقف قدامي بقى وكل الموبقات عايز يبقى حر يروح يجربها يروح في داهيه بعدين بقى عشان كده الله يديكم فمهم جدا لو عامل التوازن ده فزي يعني خلي بالكو كده معلومة بسيطة جدا شوف أنت في اليوم أو في السنة بتصرف على البدن أو الجسد قد إيه الصح إن يبقى على النفس على الأقل أربع خمس أضعاف لو عايز على الأقل لأ على الأقل لو زي يبقى الدنيا ملخبطة معاك لكن لو أنت على الأقل أربع خمس أضعاف هتلاقي حياتك بقت جنة طيب النفس غذاء زي ما قلنا قيم هنا هكلف جزئيه مهمه فيها بقى من القيم هي قيم كتير اعلى قيمه قيمه العلم عشان كده اوامر الدين معظمها اللي في الاول كلها اقرا تبين تفكر معايا يبقى مهم جدا تكون بتدخل معلومه عارفين لو حد النهارده قبل ما يروح يعمل بزنس قام واخد كورس في اداره المال وكورس ازاي عارفين بره اعلى حاجه عاملينها رائعه جدا حاجه اسمها النو هاو يعني ايه هاو انا عاوز اعمل حاجه اروح اشوف النو بتاعها ازاي اشوف الخبراء عملوها قد ايه ويعملوها كم واحد فيكم ما بيعرفش يربط الجرافات يرفع ايده الكرافات ما بيربطهاش صح ما بيعرفش يربطها طيب خلاص نزل ايديك بالله عليك مش عيب عليك مش عيب عليك كل ما تيجي خارج ببدله يطلع عينك تشوف حد يربطها لك او تبعتها لحد يربطها او تقعد مخنوق وتكنسل الخروجه او تلبس حاجه تانية عشان مش عارف تربطها اصل انا كنت كده فانا عارف معايا انا مره كنت كده قريب على فكره ما من زمان ده قريب جدا يعني وبعدين يا ربي ما خليتش حد يا جماعه الراجل كان قفل في واحد تحتنا كان بتاع بدل ببعتها له يربطها لي الراجل قفل ايه ده وانا بقى ايه موتي وسمي وحاجه تخنقني بقى حته معلومه هتذلني انا ما اعرفش اتربط ازاي فقلت اكيد موجوده المعلومات سهله دخلت على الانترنت عملت سيرش بس طلع لي خمسين طريقه الجرفاتة مش واحده بس ايه تربطها كده وتربطها كده وتخنها وترفعها وتصغر بس قعدت واحد بمرايه اثنين ثلاثه اربعه خمسه فرحتي وانا لابسها انا اللي عامل <applause> احسن من 100 بدله لبستها قبل كده وخلاص معلومة بقت معروفة الحياة كلها كده بقى قبل ما تعمل أي حاجة بس معلومات دور عنها اعرفها يوم يحصل توازن غذاء للجسد عشان كده مهم جدا يوميا زي ما بتأكل جسدك ونفسك أكل جسدك وبدنك أكل نفسك معلومات وعلم ووعي والتطبيقات بتعلي الوعي جدا يوم تحدث التوازن بمنتهى القوة والمعلومه اللي عايز أأكد عليها قوي تاني كلما غذيت النفس بالقيم كلما قلت الشهوه واصبحت انت المتحكم فيها وكلما نسيت النفس كلما زادت الشهوه وكلما تحكمت فيك وبقيت مذلول وبتبقى قاعد بينك وبين نفسك ما انت مش عايز تبين للناس ايه اللي انا فيه ده هو انا امتى يا ساتر يا رب وانا كل ما انوي ان انا بطل بقوه ارجع تاني لا لا, لا. والتأنيب يشتغل بقى والناس اللي ما شاء الله مناسبة اوعى التأنيب لأن التأنيب إذا تعدى الربع ساعة مرض نفسي التأنيب من الشيطان بعض الناس الدعاء ربنا يسامحهم مش دارسين سيكولوجي وبيتكلموا في الحته دي غلط يقول لك لازم تأنب نفسك وتعيش في التأنيب وفلان قاعد يعيط خمسين يوم ايه يا جماعة ده إذا قعدت ربع ساعة مأنب نفسك على شيء معناها ان انت لا تعفو لان اول عفو لازم يكون عفو عن النفس. تاني حاجه مش واثق في ربنا قانط من رحمه الله. ثالث حاجه مزودها قوي ومسرف على نفسك قوي. معايا؟ عشان كده حتى ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اللي انت عامله في نفسك ده. طب ايه النفس اللوامه بقى؟ النفس اللوامة هي النفس اللي أول ما أنت تعمل الغلط هوب تصحى تلومك إيه اللي أنت عملته ده؟ تقوم أنت مستغفر وراجع مظبط وميه تهدى بقى ما تكملش أربع خمس ثواني دقيقتين دقيقة وخلاص تحل تتأسف تعتذر تنوي تصلح خلاص اهدى بقى مش تفضل بقى أنت عملت كذا فاكر المصيبة اللي عملتها من سنة؟ مم. فاكر؟ هو أنت فاكر ربنا يسامحك كل اللي بيحصل لك ده عشان اللي أنت عملته قبل كده أنا عارف وتفضل للشيطان ده الشيطان على فكره. انت هو ربنا مش هيغفر لك ابدا ده انت عملت مصيبه مصيبه بقى وشعة ويفضل معيشك في الجحيم وتحس بها ايه؟ انا اسف يعني كان ربنا ساب الكون كله قاعد لك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ربنا يعني. ده حتى في حديث بيقول اه حديث قدسي عبدي لو بلغت ذنوبك عننا السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. عبدي لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم استغفرتني لقيتك لقيتك بقرابها مغفره. خلي بالكو انا بحب اقول كلمه صادمه شويه معظم انا بقولها من غير دراسات بس انا شايفها من خلال مسافري لمعظم الدول العربيه والله اكثر من المئة من كل الديانات السماويه بيعبدوا إله غير ربنا الحقيقي. هاي تاني خمسة وتسعين في المية من المسيحيين واليهود والمسلمين بيعبدوا إله تاني الإله اللي أهليهم قالوا لهم عليه فصورة ذهنية بقى أبوك شديد هي ربنا هيبقى لك ربنا شديد أبوك مثلا سايبها قوي هيبقى لك ربنا سايبها قوي ويديك صور مش هو ده ربنا الحقيقي في ناس قاعدة فاكرة كان ربنا وقعت لك على واحدة تعالى طب خد هوب وتقعد تعمل حاجات خير ما ياخدش باله منك يوم ما تغلط تعالى بقى في ناس عايشه كده ان ربنا قاعد بيتككلك، قاعد بيستنيك او قاعد استغفر الله العظيم يا رب والله ده كذب على ربنا خلي بالكم من اكثر المحرمات ومن اظلم ده ظلم نفسه هيبقى في جحيم ممن افترى على الله كذبا. معايا او كذب باياته، في ايه وانت مكذبها هتعيش في الجحيم زي الايه اللي هي ايه؟ ربنا بيقول مثلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لايه؟ قاموا قايلين لك لا المؤمن دايما منصاب يلا كذب الآية عيش في الجحيم بقى بص الآية بتقول إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أنت حر أصل هم اللي قالوا لي والله قالوا لي ربنا اللي لما يحب حد يبتليه بمشاكل ومصايب هم اللي يقولوا خليهم مع إنه حديث صحيح بس تفسيره هو اللي غلط وأنا شرحته بقى في حلقات تانية بشوفها برنامج سميها بأساميها المهم يبقى أهم حاجة عاوزك تبقى عارفها إن أنا عشان أعمل التوازن ده مهم جدا يكون تغذيتي لنفسي مساوي لتغذيتي لجسدي وسلوكياتي النفسية مساوية للروح يقوم يحصل توازن مع التلاتة أول ما يحصل التوازن ده والله وأنا بحلف بالله وأنا مجرب وشباب جربوا كتير ما في حق من حقوقك هتبذل جزء بسيط من التعب عشانه هيجي لك لوحده هتلاقي فجاه كده عارفين اللي احنا بنسميهم ده انت واد حظك نار حظك نار مين ولا معرفش مين لا وخلي بالكم كمان برضه بمناسبه الحظ في ناس متبرمجين نصيبك هيصيبك والمكتوب مكتوب ومعرفش مين حاجات غريبه كده وكان نصيبك ده بالقرعه استغفر عظيم يا رب يعني هند نعم هتتجوزي ابراهيم هند غصب عنك يا هند وده اللي مكتوب لك يا هند طب انا مش عايزاه ده اللي مكتوب نصيبك يا هند في حد مش هيرضى بنصيبه يا هند ايه يا جماعه الكلام ده وكان النصيب ده قرعه مكتوبه وانت نازل غصب عنك زي شطرنج تعملها ايه ده طب لو هو كده ربنا يعذبك ليه بقى طب ما هو كاتب لك انك تبقى بتعمل ذنوب ما تيلا بقى نفس المنطق يبقى, زن... يبقى نصيبك انك تعمل ذنوب هيعذبك ليه خلي بالكوا بقى عاوز أعرف النصيب معناه ايه ارجع لأصل السورس الديني ربنا قالك عليه للرجال نصيب مما إكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يبقى النصيب مبني علي اللي إنت بتعمله وصلت قعدت في البيت مستني فلوس تجيلك يبقي نصيبك فقر وده نصيبك وهيصيبك قمت تاخذ بالاسباب يبقى نصيبك حسن صدقت الكلام الايجابي وقمت عملته صدقته بس حتى مجرد تصديق وقمت عملته هيجي لك الخير كذبت قلت يا عم بيعين كلام التنميه البشريه كلام فاضي هم بتوع التنميه البشريه دول بتوع كلام بيعين كلام خلي بالكم بقى ركزوا في الايه دي فاما من اعطى واتقى وصدق بالايه؟ صدق بالايه؟ والحسنى معناها ايه؟ اسم شامل لكل شيء حسن فسنيسره ايه؟ ايه ده؟ طب الايه اللي بعدها؟ واما من بخل واستغنى وكذب بالايه؟ بالحسنى، كذب الحسنى. الحسنى ايه يا عم الكلام ده؟ هو الحياه جحيم. انا بقول الحياه نعيم وحياه متاعك لا حياه جحيم، هو كده كذب بالايه؟ فسنيسره ايه؟ اه انت عايز تفهمني ان ربنا قال لنا يريد الله بكم اليسر فاحنا في يسر غصب عننا طول الوقت ايوه كل واحد قاعد معانا في القاعه وبيسمع ولا قاعد في البيت بيتفرج علينا انت اما ميسر لليسر او ميسر للعسر شوف بقى اللي بيحصل لك في حياتك وكله مبني على المعلومات المغلوطه اللي عندك وطريقه سعيك في الحياه حلو كده طيب تالت بند ايه قلنا أول حاجة معلومات تاني حاجة توازن تالت حاجة ايه الوسعة ركزوا معايا كده لو أنا قلت لكم النهاردة أن ربنا بيكلمك يوميا بس بصورة غير مباشرة بيكلمك برسائل والذكي اللي بيفتح الرسايل عارف لو أنت عندك الموبايل بتاعك جاتلك رسايل كتير وانت من زمان ما فتحتهاش هتلاقي صوره الرساله كده مقفوله صح في ناس هتيجي في الاخر بعد ما الحياه تخلص بقى وفي الدار الاخر هيرجع هيلاقي رسايل كتير ما فتحتش. كتير جدا ليه أصلا ما حدش قال لي طب ماشي ما هو ربنا قالك انت مستني بالمناسبه طريقه تعامل الناس مع الدين المفروض ان انت اللي تكون بتبحث عن المعلومه الدينيه بالقرايه وبعدين تتأكد من أربع خمس ست مصادر مختلفين بآراء مختلفة ده بيقول رأيه إيه وشوف حد بيقول رأي عكسه واسمع بيقوله ليه وحد بيقول رأي ثالث واسمع بيقول ليه وشغل عقلك واستفتي قلبك وشوف المنطق بالنسبة لك إيه اللي متوافق مع ربنا واخد بيه معظم الناس تعمل إيه بقى العكس بيستنى ما حد يجي يصب له الدين في دماغه فبيصبلك الدين بحسب تفكيره هو فلو هو تفكيره متشدد هيطلع ناس ايه؟ لو تفكيره واعي هيطلع ناس ايه؟ لو تفكيره مقفل هيطلع ناس ايه؟ هي المشكله. احنا حتى كنا بناخد واحنا صغيرين في الازهر بعض المعلومات كده عن الناس اللي بيقعدوا لان معظم الناس للاسف دراستهم على دي من كتب، كتب سابقين، ما قعدش مع علماء كبار ولا استفاد منهم ولا فكر معاهم ولا الكلام ده. فكان في من ضمن الطرف النكت اللي خدناها واحنا صغيرين الناس بقى بتاخد معلومات من الكتب ويروح يطبقوها على طول زي الاسف اللي بيعملوا عمليات تفكيريه والكلام ده هو قرا الكتاب ووب راح ينفذ تفكير مش منطقي نهائي فمره واحد اتجوز وداخل على مراته ليله الدخله فمراته داخله كده الاوضه لقاته لابس شوال عارفين الشوال اللي هو الخيش ده ومدخل ايده من هنا ومدخل ايده من هنا ودماغه من هنا وطلع لها كده قالت له ايه ده يا ابني ايه اللي انت عامله ده الله يا بنتي انت جاهله اصلا دي من السنة قلت له. سنة قال لها اه والله مش السنة بطلوا جهل بقى قالت له سنة ايه تعالى وريني قال لها تعالي تعالي وراح فاتح كتاب فقه السنة بعيد مش فاكر كتاب ايه قال لها اتفرجي اقري فالاخت بتقرا دخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة في قالت له في شوال يا جاهل شوال مش شوال مش يقول ايه؟ ففي ناس كده بقى في ناس كده اللي هو ما يفتح المصحف يبقى كلمه جهاد يبقى سيف وموت جاري على طول طب افهم معناها ايه؟ وهكذا حاجات كتير جدا كده يقوم واخد المعنى ويجري من غير ما يفكر ولا يتبين ولا يقرا ولا يسال حد ولا يستشير ولا يشوف كذا راي وهكذا فانتبه من هذه الاصناف من الناس لان هم اللي موديين المجتمعات كلها في داهيه للاسف شديد يعني الوسعه معناها إن أنت لا يمكن تتحط في أي ظرف أيا كان إلا لما تبقى وسعه وقده. أكبر رسالة من إلهك ليك إن أنت عندك قدرات ما اكتشفتهاش لغاية دلوقتي إنك تتحط في حاجة كبيرة. معناها إنه بيقول لك أنت قدها فوق، قوم طالما جاتلك لك يبقى أنت قدها. تقوم أنت بمعلومات مغلوطة إيه؟ الحمل كبير ايه اللي بيحصل لي ده؟ معايا ولا الكلام بقى المتوارث بقى؟ يا الله ايه اللي بيحصل لي ده؟ إيه مش عارف ايه؟ قولوا كده بيقولوا كلام كده ها سمعوني ايه؟ هتيجي ايه؟ قوليها فوق ما احتمل لا في امثال شعبيه لا في ناس بتقول كلام ها؟ ايه؟ لا لا انا بتكلم على المعلومات الغلط اللي بت... 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 بنتوارثها المؤمن دايما مصاب يا ربي ولا بصوا خير تعمل شر تلقى اه مع ان ربنا بيقول ايه ادفع بالتي هي احسن فاذا ايه بتعبد مين معرفش ايوه ايه حت... طلع لي كده اشجيني مات بالداء من عاش بالحكمة مات بالداء <applause> مشلول بقى شوف الأفكار وحاجات على قد على قد الحافك طب ما ترمي اللي خلفوك جيب واحد جديد اشمعنى <applause> يعني يعني اللي حاف قصير تمد رجليك ليه يعني ما تجيب واحد تاني في ايه يعني ولا العين بصيرة والإيد ايه تقوم إيدك تصغر برمج نفسك برمج 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 ايه ولا عيش عيشة اهلك طب انا مالي ولا اهلي يا يعني هم اللي اختاروا انا مالي اه ولا غني بقى لا بقى ما حد ولا حرج بالمناسبه من اكتر يعني في معلومات مهمه جدا بنقولها ان الكفافه الحسيه المشاعر العاليه بتسجل المعلومات بقوه في العقل فكل ما كانت مشاعر حزينه قوي او مفرحه قوي ودخلت معلومات تتسجل اسرع ولما تتسجل هتبقى عندك ظن واعتقاد ويقين يوم يحصل لك في حياتك. حلو كده؟ خلي بالكو بصوا كده سيدنا عيسى في الانجيل بيقول لو كان في قلب احدكم مثقال حبه من خردل من ايمان ثم امر الجبل ان يتحرك لتحرك. في القران ربنا بيقول كان حقا علينا نصر المؤمنين. طب انتبهوا كده معلش هقول لكم حته صادمه شويه. تقبلوها مني لو كنت بخرف عديها. ماشي؟ طالما ربنا ما قالش مؤمنين بايه؟ يبقى كلمه مؤمنين هنا تعود على محور الايه. يعني في مؤمنين بالله وبرسله وكتبه واليوم الاخر. طالما ربنا ما قالش المؤمنين بالله يبقى المقصود المؤمنين بالكلمه الرئيسيه اللي في الايه. يبقى وكان حقا علينا نصر المؤمنين بالنصر وبالتالي مش معاه مؤمنين بالله خالص وبالتالي بص على اي حد بيحارب حد اللي فاز هو اللي كان مؤمن وربنا نصره شو علاقه بالدين لو واحد ملحد بيحارب واحد مسلم ولا مسيحي ولا يهودي واليهودي ولا المسيحي ولا المسلم حاسس ان مش هيفوز والثاني واثق ده اللي هيفوز لان احيانا بيبقى في واثق في سلاحه اكتر ما انت واثق في الهك يبقى تقدر تعرف درجة إيمان الناس من النصر الهزيمة أوتوماتيك وما تقعدش بقى تعيش لي في ضنك مؤمن بقى ماشي طالما حصلك هزيمة اعترف إن أنت بعيد عن الإيمان خالص والطرف اللي قدامك كان أعلى إيمان منك خلي بالكم مش بتكلم إيمان بالله إيمان بالنصر إيمان بالفوز إيمان بالانتصار وحتة كمان برضو نقدر ناخدها من الآية دي هتلخبطكم شوية بس عاوزها تبقى حلقة في ودنكم اللي مؤمنه ان جوزها قاسي ربنا هينصرك في ايمانك <applause> اللي مؤمن ان مراته نكديه ربنا هينصرك في ايمانك وهتطلع لك النكد واللي خلفه النكد وعيال النكد اللي مؤمن ان الحياه صعبه هتنصر في الايمان ده وهتلاقيها صعبه وهيطلع عينك اللي مؤمن ان لما ياكل هيتخن هيتخن. واللي مؤمن انه مهما كل مش هيتخن والله ما هيتخن. بالظبط. هي كده. المهم انت مؤمن بايه؟ هتلاقيه بيحصل لك في حياتك. عشان كده انتبهوا بقى. انت لما تقول الحياه صعبه، الحمل تقيل، انا مش قادر، يبقى انت مؤمن ان انت مش وسعها خربت حياتك. وهيفضل دايما اللي يجي لك انت تظن كذبا وخطا انك مش وسعه انت حر بقى فتعيش في الضغوط هو يعني ايه ضغوط يعني لما يجي لك واحد انا مضغوط معناها ايه في حاجه ضغطت كده وعامل كده يعني ايه اللي بيبقى مضغوط جسده ولا نفسه ايوه وضغطه النفس افكار بس ضغطه النفس افكار فقط يبقى أنا بقدر نفسي وبالتوازن عشان أخليها دايما عالية وواسعة وبالمعلومات الجديدة اللي هتعرف بيها على نفسي وعلى الأهداف يبقى أنا مهم من النهاردة أبدأ أنتبه الأهداف اللي عايز أحققها إيه أيسر طريقة ليها وأنا عارف إن أنا قدها مش هستنى لما اضغط لأنك لو ضغطت أنت قدها طب ما خدها في اليسر بقى خدها بروقان وأنت رايق وهادي فأهم حاجة من النهارده أبقى واعي إن ربنا سبحانه وتعالى خالق الحياة سهلة ربنا يريد لي الحياة بيسر ومهم جدا أكون مركز في نفسي عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا عليكم إيه النتيجة تبقى إيه لا يضركم من ضل أيا كان اللي ضل والله ما هيضرك لو مركز في نفسك لكن نازل مركز عليه هيضرك وهيضرك وهيضرك لما أكون منتبه بقى ومركز من النهارده في نفسي وقررت ازكي نفسي وقررت ازود معلوماتي وقررت ابدا بهدوء خطوه خطوه وقررت اكون في حاله توازن دائم وقررت اعيش الحياه وانا عارف ان ايا كان اللي انا فيه انا وسعه وقررت ان انا مهما كان اهدى كده واغمض عيني ايا كان الاحداث اللي قدامي ده تمرين استرخاء بسيط جدا اغمض عيني كل غمض عينه كده تخيل أيا كان الأحداث اللي قدامك، وأيا كان الظروف اللي أنت فيها، شوف نفسك أكبر بكتير، وقول بهدوء، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، واللي معايا في البيت يركزوا ويغمضوا عينيهم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، شوف اللي قدامك كله قول أنا وسعه، أنا أده. وصلت الرساله وهقوم من النهارده اوصل لايسر الطرق للهدف اللي هو ايه الهدف ركز وفكر فيه وطلعه مهم جدا تحدده بدقه وتقول بهدوء ان مع العسر يسرى فالهدف ده معاه يسر وهوصله إن طريق قرايه كورسات معلومات هسال ناس المهم ان في طريق يسير انا الموضوع ده محتاج تكتكه وهتكتكله وانا قدها الموضوع محتاج مخمخه وهمخمخله وانا قدها انا السبب مش غيري وعي نفسك بقوه وحسها وقول بهدوء شوف هدفك الكبير ايا كان وركز كده مع الله كل شيء ممكن كل شيء يا ترى ايه اللي ممكن يوقفني ايه اللي ممكن يعرقلني ولا حاجه انسف كل فكره تجيلك، ولا حاجه قدام ربنا، الله هو الاكبر مش هي. وبالتالي تامل نفسك وشوف نفسك بمنتهى الهدوء متحكم في انفعالاتك وهتوصل بروقان وبتكرر جمله الدنيا لعبه وانا هعرف العبها صح. وهعرف قواعد اللعبه وقوانين اللعبه واي مرحله اتلخبط معايا يبقى انا قوانينها ضاعت مني، هدور عليها وهلاقيها فتحوا عينيكم هنعمل دلوقتي شعوذه كل يقف كده عايزين بقى نعيش الطفوله بقى مش عايزين بقى الايه بلاش تخشب ايوه هتعملوا حاجه النهارده ممكن يكون فيكوا ناس عمرهم في حياتهم عملوها حلو كده مهم جدا تعملها معايا بجد علشان طاقتكوا دلوقتي حالا متفجره صح هتتضرب في 500 هتكسروا الدنيا. فمهم جدا ان انا ابقى مركز واعملها صح. أنا عاوز آخر الدنيا تسمع الصوت. أيوه والناس اللي معانا في التلفزيون في البيوت. أنا عاوز الناس اللي في الشوارع تسمعكم بتزعقوا في البيت. جهد بابا وماما وكل قرايبك كده بسرعه واعملوا معانا التمرين ده. كله غمض عينيه؟ اقف وغمض عينيك. تخيل كل حياتك قدامك وخصوصا الجزء اللي فيه مشاكل او ضغوط. تخيل كل المشاكل ايا كانت نفسيه ماديه اجتماعيه علاقات ايا كانت امراض ايا كانت تخيلها قدامك. وعايز بعلو حسك قول لا يكلف الله نفسا الا وسعها, وسعها. أكتر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تاني طالما حصلت لي يبقى أنا قدها شوفها قدامك وقول تاني طالما حصلت لي يبقى أنا قدها طالما حصلت لي يبقى انا وسعها وصلت الرساله يا رب انا وسعها انا وسعها انا وسعها انا وسعها, أنا وسعها, أنا وسعها, أنا وسعها, أنا وسعها يريد الله بنا اليسر ولا يريد بنا, بنا العسر يريد الله بنا اليسر 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 كل هدف في الكون كل له طريق بيسر كل هدف في الكون له بطريق له طريق بيسر, طريق بيسر وانا هعرفه وانا هبدا النهارده هقرا هتعلم هوصل له بيسر ببساطه هقرا هتعلم هوصل له بيسر, بيسر ببساطة, ببساطة أيا كان الهدف أيا كانت أي كان الظروف أي كان الظروف مش هي السبب <سؤال> ولا الفلوس السبب ولا المرض السبب ولا الحكومة السبب ولا أهلي السبب ولا أهل الضغوط السبب, السبب أنا السبب, السبب كفاية انتظار كفاية انتظار الله هو الرزاق الله هو ميسر الأمور الله أكبر من كل ظروف الله أكبر من كل الأحداث والله معي دائما إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين قوم يا نفسي وفوقي خلاص. خلاص. مش هستنى حاجة خلاص. مش حاجة خلاص. يا نفسي وفوقي خلاص. مش هستنى حاجة خلاص. قوم يا, يا, يا نفسي وفوقي خلاص. زمن الكسل ولا خلاص. قوم يا نفسي وفوقي خلاص. زمن الكسل ولا خلاص, الكسل ولا خلاص. إشهد, يا عالم. اشهد يا عالم بقوه اشهد يا عالم اشهد يا, عالم. إشهد يا, كون. إشهد يا كون كلكم مسخرين ليا بأمر, بأمر, بامر من ربي ما في شيء هيقف قدامي, قدامي. ايا كان, أي كان. هحقق هدفي. هدفي. هدفي بسهوله, بسهولة. ويسر. ويسر ليه ليه, ليه؟ عشان معايا ربي. إن معايا معاي ربي, معاي ربي سيهدين. الله أكبر من كل شيء. الله أكبر من كل شيء. الله أكبر من كل شيء. من كل شيء. <applause> شكرا جزيلا. <applause> شكرا شكرا. شكرا شكرا بنور العلم والايمان وجعل الله لسانك مفتاح القلوب يا من برؤيته وسماعه تطمئن لك القلوب قد استخلف الله الارض للانسان وانت واحد من خير خلفاء تنبع من عينيك الحكمه لا اعرفك ولكني عرفتك بسماعي لك وقد سمعت الكثير لكن في وجهك نور وفي صوتك نور انرت دربي وفكري وعقلي جزاك الله خير الجزاء على كل الكلمات التي نطق بها لسانك وأصلحت بها أحوال من حولك أنت مهنتك عظيمة فأنا أعتبر العمى عمل قلوب وأنت أوكلك الله عز وجل بمساعدة الناس على معالجة عمل قلوب فأبشر يا أحمد عمارة بخير الجزاء من الله عز وجل أدعو الله أن يجزيك خير الجزاء ألا وهو رؤية وجهه عز وجل ورؤيه وجه نبيه الكريم ادعو ان يسقيك النبي بيديه الشريفتين فانا ساشهد ساشهد انك كنت من خير امه محمد عليه الصلاه والسلام